السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. أدري بعمري إني وايد متأخر، ولا تري حد يذكرني لأني روحي متذكر وعارف إني وايد متأخر. واعي من ساعتين أو ثلاث ويا المسجات وهذربان وسوالف، وتقهويت وأول بار صليت وعينت من الله خير وتقهويت وتميت روحي يعني، ويا عمري أفكر وأطالع أمور الدنيا وأتذكر وأشوف شو استوى شو ما استوى في هاي السنة اللي اختفت كلها. الحمد لله لقبت عمري بي، ما سويت إلا كل زين، ولا سويت شيء متندم عليه، ولا سويت شيء متحسف عليه، ولا سويت شيء أحس إن ضميري أنبني أبدا. اللهم لك الحمد، سنتي مرت بخير وسهالة وراجي من الله سبحانه وتعالى إن تتكرر الأعياد والأفراح والسيرات والليليات ونعيش حياتنا مثل ما كانت وأخير. نعم أخير، كيف مش أخير؟ نتمنى كل ما يتسنة تكون أخير عن الثانية، في التمدن في طاعة الرحمن في رضا الوالدين في خدمة الوطن وخدمة وطاعة أولي الأمر. هذا شيء من أهم الأمور من عقب طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة أولي الأمر، لأن خفايا الأمور ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. طاعة أولي الأمر شيء وايد ضروري. مثل ما تشوفون اللهم لك الحمد، بلادنا من أخير البلدان في الكون تطورا وقبول عند الشعوب الأخرى وكل شيء نباه يستوي. والله يا أبوكم تقدير العالم لكل شخص ينتمي إلى دولة الإمارات، تقديرهم وين ما تصير، كانك ويا دريول ولا ويا دكتور ولا ويا استاذ جامعة ولا الإماراتي روحه ملتقاه يوم تلتقي وياه في شارع ولا في غربة ولا في دار ولا في عسر ولا يسر. يا زينه يا زين وزق نبوت، يا زينه يا زين ملتقاه، يا زينه الإماراتي، يا زينه راعي الدار، وما زين تحفياته، وما زين ترحيبه، وما زين ملتقاه، وما زين بشاشة وجه الإماراتي. فلذلك الناس اللي من الغير أي دولة تكون يقابل الإماراتي تكون ردة فعل بنفس اللحظة تلقط ان جيت ريسبشن، ان جيت مطعم، ان جيت دريول ولا دكتور ولا استاذ ولا مهندس ولا اي وظيفة كانت في الكون، سمعت الإمارات وسمعت أهلها تسبقها. شبنا تأسيس صح وتربية صح، ولله الحمد هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ما ننبأ على عباده الإماراتيين، يا الله يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن، ويجعلها إن شاء الله سنة خير وراحة وسعد وسرور لكل هل الدار وكل مسلم يا رب العالمين. وتبعد عنا الوساوس والفتن، وتبعد عنا القال والقيل والضغينة والبغضاء، والصف النفوس ما بين كل مسلم يا أرحم الراحمين. أخيركم إبراهيم راقد لينا الحين، وعيست وأنا وعي البارح فاتن علي قال لي ليش تسجل حسي وأنا توني ناشم رقاد. تحريت دقيت له ودي وديتين ثلاث ما طاع يرد، أخذ شيء زغت قلت يمكن شيء بلا، رد علي قلت تحريته مصاوخ يتحراني بسجل مرة ثانية، قلت لا هي مرة واحدة، كل يوم كل يوم ما بغاوي. قال لي خالد ما روم أمشي، قيعان ريولي تعورني، قاعة ريولي فقير. أي الباح ما شاء الله ترى مشينا نحن ثلاثة الأيام، مشينا مسافات طويلة يعني بين 21 و 23 كيلو في اليوم مشي، 21 23 كيلو تبارك الرحمن، شيء مش بسيط، نعرعر الدنيا هاي العود بكبرها. لكن زين السير والجي وما يحصل دوم يعني، هي إلا أيام معدودة. الله يعودنا على هالمكان الفنان ونشوف هالناس الطيبة ويجمعنا بهالناس الياويد اللي شفناها، وتكون أيام طيبة وسعيدة علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين، وتفرح كل من سمعني بأخير ما يسره، وتفرح كل من سمعني بالأخبار اللي تفرح خاطره، وكانها حرمة تتريى مولود إن الله يرزجها، وكان ريال يتريى وليد إن الله يرزجه، وكانها أم تتريى تجوز بناته إن الله يرزجهن عيال الحلال، وكانهم ريال يدورون عرايس إن الله يرزجهم بنات الحلال، اللي يألف ما بينهم يرزجهم الذرية الصالحة يا رب العالمين.
وإن الله يغفر لموتانا وموت المسلمين ويغفر لكل من فارقنا اللي فارقناهم من سنين. الله كم بنتذكر كم بنتذكر ولا أنا والله ما كنت خطفت كده بناية من هالبنايات ولا على مكان ولا مستشفى ولا مكان ولا ممر في هالبلاد إلا أتذكر ربع تبقى صوت كيت وسارة من قبلي وزيق زيارة والله كان تبون الصدق أزيق زياغ النص يزي واتذكر أيامنا الحلوة والضحك والسوالف. كم اللي طحنتم هالدنيا كم اللي طحنتم هالدنيا ما تم ولا أربع مفلع اللي تموا وعيال اليوم الله يطرح فيهم البركة ويبارك فيهم. لكن هاي تفكيرهم غير وأنا تفكيري غير. أنا يعني اللي تامين معدودين على الأصابع. لا والله ما معدودين على اللي يعرفهم أنا كثر التراب. لكن وايدين اللي قصوا تكيت وسارة وايدين والله ما كثرهم سبحان الله الحمد لله. الله رايد لهم أنه يكونون عنده وفي دار أخير عن هالدار والله يغفر لهم ويغفر لنا وهذا درب كل إنسان يا ربي شو تخلاني أتذكر محينا. يلا برايكم هاي تزقريت اليوم. ايوه عايبني انا عايب ادري بان الموديل قديم مسند دقيانوس لكن عايبني شو اسوي؟ اخلي شيء في خاطري. لو اخذت لونين بعد واحد لون خضر ازرق وواحد لون حمر براي عايبني. هاي يسمونه الاول فتح الكوت والله موديل هاي يسمونه الاول فتح الكوت. يارك الله يا ابو خليل يارك الله. جود مورنينج. جود مورنينج حبيبي. هاو ار يو ماي براذر؟ فاين اورمات يو. انت هابي؟ الحمد لله. ودي يو الحمد لله. دوم ان شاء الله دوم 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 الحمد لله امورنا طيبه وبالعماله نتسحب وحده وهنتين لان ظهرتنا مره وحده ما برد الا اخلاف للصلاه صلينا الظهر والعصر وخلاص ما علينا شيء. بنرتغل لين يجي وقت المغرب برد بنصلي وبنروح الخلاف بعد معزومين بعد على القهوة بعد الساعة 5:30 هل أنه الإعلان العرب لين حنا معزومين عندهم 5:30 هل أنه بيطيعون نخبر نحن عندهم لولا العلم عند الله حد منهم ما يوزر وحد يوز اللي يقول ما شيء خلاف قلنا واللي يقولون لا والله أبو محمد نحن ما نبي حد يدري أن نحن موجودين في لندن يعني الناس أسرع والناس أذواق ونحن نحترم رغبة العرب كلها. شو رأيك بالخلي؟ كلامك مية مية. يا رك الله يا رك الله يا رك الله. ما تسمع الحس إبراهيم؟ أغنية؟ ما تسمع الحس؟ أسمعها مكينة هنا فوق. لا شراء ذكرني بحس أم الدخان. أم الدخان لو فريجكم في العين ما شيء أم الدخان ما تيكم؟ هلا تحط في الشعبية. هي. عن الدباب. عن الدباب والبعوع والحاس والبقباس. وعن الدبيان وعن كل شيء. إيه عنها اليوم خوز عنها اليوم. إيه ملاك ملاك وياك أنا وياك روحنا أنا وأنت أنا وياك روحنا حبيبتي. السلام عليكم العاش كيف حالك؟ بخير. أنت بخير؟ وين جاي بهالزيك كله ماخذ غوى الكلابنا كله كبره ما أخذت لنا غوى قب الكلبان بكبره ما أخذت لنا ما حبيني حبيني الله الله حبتك العافية. يا مرحبا يا مرحبا بالخلي يا مرحبا.
زين تبي وين سرت؟ وين قلت لك بسير انا الفندق؟ المطعم. لا حين توني ودرتك خارج تحجز. اقول له حق الفندق المطعم هذا كم يبعد وحجزوا لنا فيه. زين شو طلع الفندق المطعم وين؟ من مره ها في طرف الفندق من الاشاره تلف يمين بيمين وصلت بس. الفندق اي والله وصلت المطعم ولا اي اي والله يعني المطعم قريب الحضره. اي والله اليوم لا انا صالح كنت كل حد متصل بيواجعني لا تمشي ابراهيم وايد اليوم مشي خفيف والله العظيم الحين يقول تعال قول والله نعم والله بسم الله عليك الرحمن الرحيم الف لا باس عليك لا باس عليك اي والله ابعد شيء باب له فندق انا بالطرف هذا هذا اسمه الفندق زين الفندق زين لكن فراش قديم يعني ما ببعيد من الرويال جاردن تقريبا نفس مستوى الرويال جاردن في نظافة الفراش الفندق قديم مستهلك مكدود كد الذين كفروا لكن في نص البلاد وفي عين الماء مرة أكسفورد هذا وها هذا ظهر أكسفورد الأكسفورد وراء البناية هذه المكان زين وفنان لكن عاده حلوة وفيها شعرة خوش دوري غير مثلوم شو نسوي هذا نحل اللي شفناه زوين زين زين لا زوين قديم من متى هذا تشرتشر من يوم نحن يهال من استوت الدنيا وهذا وبج ايه حافظ على البنكي حافظ عليك يا البنكي علي المطروشي من الفجيرة علي المطروشي ابو عبد الله نعم والله ما اليوم الفجيرة فيها مطاريش احنا تحررنا في عمان في عجمان الفجيرة موجودين من المتابعين وكبل بارك وهالرجال منو اللي مشاهدني وهذا خليفة الهامور والله بعد هامور هامور تبارك الرحمن هو أمير الفجيرة نعم ما شاء الله ما شاء هامور صيت ولا مخبأ لا لا هامور 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 بحر وهامور بر بعد شوف انت مقواك ما اقبل على شيء زين وها الرجال وهذا ولدي احمد الله يحفظه يبارك فيه ان شاء الله الله مليون مرحبا في ذمتك هامور هامور نعم كاش هامور بحر وهامور هامور بر تبارك الرحمن ما شاء الله عليه ابو خليل شو ظنك شو تقول انت يقول والله ما ذيب انا اروح اشاك في الموضوع لا هوامين في الشارجه في الجيره عندنا موجودين اي في الشارجه يقوم الهامور لا نحن انا اطري الطائفه كاش هل ان هامور كاش هامور هامور بعد هامور كاش ما تشوفنا بلندن شوف انت ما شاء الله عليك الله يحفظك ان شاء الله المطعم الله يحفظكم طيع مصغيروني على ما تشوفون على الشارع العام حليو يعني ما وانت خاطف تتريق توقعت اني يكون عنده زحمه وايد ما شيء زود زحمه لكن الحمد لله اتوقع ان اكلهم زين شوفوا المطاعم اللي تشوف الاماكن هاي كلها نعمتها كلها زينه لكن انا ادور اذا في شيء يعني ملفت للنظر او شيء غريب او شيء عجيب تخيلوا مال الدوسه الدوسه اللي اكلنا فيه من كم من يوم ان شاء الله ان بنسيل مره ثانيه مثل ما سرنا حق هاكي اكز ما تسمون هاك اللي جيناها البارحه مرتين وإن شاء الله هذا بنسيل له مرة ثانية مال دوسة وايد زين وفنان ورقم واحد مال الهنود اللي هناك مال فيجيتيريان هي والله عيبنا وبنطلب دوسة مرة ثانية وثالث ورابع شو المشكلة يعني ريوكم عبارة عن اعتقد شرات البراتة وهما براتة اعتقد براتة براتة وداخل عليه بيضة الطرف هذا وحبتين يس يس وهذا ما أدري شو بعد من غير هذا انا طلبت حق ابراهيم لان هذا نحن ما دحت لنا اياه حرم الله يحفظها وقالت لنا بيعيبكم قربكم وينا الحين هذا الزين اللي متاكدين طلبنا من اثنين وهذا واحد على اللاتري ما ادري شو قالت وقلنا يبي باجي طلبين من غير حلو هذاك واحد بنانا ما ادري شو واحد نسيت بعد شو قالت عنه من يذهب بخبركم عنه
هذا بنانا What's the name for this one? Banana bread sandwich. What this one? A coconut French toast. Thank you. No worries. ها بالي قالته. بنانا بنانا كيك ساندويتش وهذا فرنش توست. ناريل ويا هذا. جاكيتك يلا سيري. سيري عادة. إبراهيم. إبراهيم. اصبر خلني هرمس. أقول لك أسألها شو اسم أمك؟ قالت لي اسم أمي خلود. قلت اسم أمك خلود؟ قالت لي سوينا رسالة حق ما عقب ما سوينا الرسالة. قالت بعدها بعد ما الرسالة قلت لا لا بس قالت أنا هم اسمك هم؟ قالت لا أنا أهم. أنا توقعت إن اسمها هم في دمك. شو اسمها؟ لا نفس الشيء والله فكرت اسمها هم. إي والله قالت أنا غير. شو يعني غير؟ قالت أنا هم. ترى تبى تقول أنا أهم كلت الألف كبرها. ما شاء الله في العافية إبراهيم. والله قلبك محمد. المطعم الله يحفظكم ما ليوعان. أكل زين صحي رقم واحد. يعني أنا مثلا ما بيها زيادة مايته. ما بيها زيادة مايته لأجل أنه يعني أكله عادي. ما بأكله اللي هو مميز. واو ويستاهل انك تي مره عيونه العرب. ترى على فكره ما تشوفوني اسكر التسجيل بعض الاحيان يكون ناس خاطفين ما عليه باس وذويقته وايدي. لكن انا اي المكان ودي وحده حتى لو كان وايد زين اي ودي وحده احب اغيره ما يلس متح وحده. هذا قصرها وهذا قبرها. لا كل يوم في مكان هذه طير على سعفه. كل يا حي الله حي الله من زار وخفض. اكلهم زين وصحي وزين لكن مال الناس يعني متمدنين الاكل الانجليز اللي يعني الخفايف خفيف يعيبهم. انا يعيبني اكل شيء عباره اني متريق لان الريوق عندي وجبه رئيسيه الامراض. ما شاء الله دسم انت دسم انت تاكل ما شاء الله عليك. وانت وانت ابو خليل انا شوف والله امانه انا اكل خفيف بس مليت وياك أغلب تعودت على الدسم. هذا واقع ولازم تنظف. أنت رابط به أنا أبي. لا لا شئت يا أبوي شئت. جزاك الله. إيه نعم أبوي ليأخذ أمك عمك. إيه والله شو بسوي؟ أكل يا أبوك كل أقولك ما شاء الله هني في لندن كل مطعم يقول تعال كل عندي. إيه الله مالك الحمد نعمة. هذا كله فضل من الله سبحانه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى نعمة. الله كلها طيبة ناس مبلاك طاروتية يابس يأكلونها ونحن الحمد لله نتشهى ونتطلب ونتأمر وقادين ما حد أبزع عنا الحمد لله. الله لا يغير علينا اللهم إلا إلى الأحسن يا رب العالمين. قول آمين. آمين يا رب العالمين. وهاي لذيذة الكيكة بعد والله ديليشس. شو واو واو واو. مرة ثانية ديليشس يعني لذيذة ديليشس. شرات التشيز قول والله اسمي هذا في مال المتوات البارحة سوى اليور هيم. أنا محضر لك شوي كلام أنت ما تعرف أنا شو ناوي حين أقول لك. كان سؤالي وايدين يسألون عن إبراهيم. منو إبراهيم؟ شو حياته؟ شو دراسته؟ شو يشتغل؟ شو علمه؟ شو خبره؟ شد يلندن قبل؟ شد وين صار؟ وين يا؟ كل هالمعلومات العرب تسألني وأنا ما بوبل أجاوبهم. أحيانا استويت أنت يا إبراهيم توفيج إنسان عبارة مطرب يلا زين العرب تخبر عنك. قول اللي بتقوله أنا ما يخصني. أنا إبراهيم توفيج الظاهري. زين نعم مدينة العين. نعم أعزم بعد كيف ما معرس الله ما وفقني أشتغل اللهم لك الحمد والشكر وخلص الجامعة متى؟ ها تعال نزلنا التهنئة نحن أصلا يوم خلصت الجامعة من شهرين ونص تقريبا. نعم خرجت من شهرين ونص تخرجت. من شهرين ونص تخرجت ما أروحوا أي وايد الدوام البيت شوي ربي معدودين على الأصابع أن أطلع وأسير وياهم وهم عسل نفسي يعني بعد هي نعم. ما اقول لك مدح نفسي بالي رفسه لكن هذا الواقع مالك طيب الله عسل ما بدبس لا 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 حشا دبس حولي بعد على قد حالي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يستاهل.
ناكل ونشرب ونسير ونجي. هي نعم. هاي نعم من رب العالمين. ولندن جيتها من سنتين آخر مرة. وقبل. نفس الوقت. وقبل. لا. أو من مرة وحدة يعني. هاي ثاني مرة. هي. وياك. وقبل كم يلس؟ 10 days 10 أيام. 10 days قول لي. الله الله الله. إنزين. يوم جيت 10 days هاك اليوم. عيبك شرط هالودي لو غير. لا والله حلوة لأني كنت ويا ربعي اثنين اللي شفتهم. هي. جاي مع اثنين من ربعي وما شاء الله يعني كانت وناسة الرحلة. يعني شخير هاي له هاييك والله كل المهضومات مهضومات نعم. ما شاء الله بس هذيك الرحلة ما يمشوني نفس ما تمشين انت ها جمعتني جميعها ما بعدها جميعها اي والله لا باس عليك وهاي قصة ابراهيم توفيق الظاهر ما شاء الله ما الله يحفظك من عقب ما تريقنا جينا الفندق سنة شوي على سنة احنا وجينا المهم وانا ظاهر واقف على المتسند على السنطوانة هاي انا وشقيقي ابو خليل خطف علينا هالريال وسلم كيف حالك الحمد لله كيف انت حيت من هالراس الخيمه نعم البارحه شايف انك كل يوم شفتك ما شاء الله والصدفة. نعم صدفه انزين الله يسلمك الحين تقول لي اني انا اني انك انت تعرفني نعم انزين تقول لي من زمان كيف يعني من زمان من زمان اعرفك وين أيام رأس الخيمة من متى كم من سنة؟ يمكن من 1985 لا إله إلا الله نعم من 85؟ نعم وين شايفيني؟ وين كان؟ خبرك بعدين لا عليك رفتي تقوله نعم سنة من 85 في رأس الخيمة؟ نعم في الحمرانية لو وين؟ في الحمرانية في خد نعم ما أتذكر لكن ذكرني بعمرك أنا؟ هي هاك الأيام أنا كنت بالثانوية كنت مطرب؟ تخبرني شو كيف عيد بتذكرك انا تعال عدالي ضروري تكمل القصة ايام العياد وايام كذا والرحلات وما ادري كيف من هات سنين ما شفتك نعم كم سنة 40 والله ما ادري لا لا اقل كنت انا هنمون ولا تغيرت لا وين عادت تغيرت شو اسم الله عليك كنا تغير راحة ترطول الله يحفظ تعرف هالاخ اللي وياي نعم هذا منو هذا ابراهيم ابراهيم توفيق بعد تعرفه من هاك الايام بعد؟ نعم من سنة كم؟ من زمان من الثمانينات ابراهيم تعرفه من الثمانينات؟ هذا ابوك مولود سنة 70 جزاك الله خير الله يسلم شكرا جزيلا يا الله يسلم على فريجك الله الله يسلمك ان شاء الله الله يحفظك ها ابويا طلعت تهري؟ لا حسن ها؟ لا والله حسن تتحراني شو سويت له هنا؟ شي غمست له والله والله ما غمست له شو الحين تقول انت خاطرك؟ عين تدهري ابراهيم كان لا لا حشا بس كان ممكن هو مضيع مضيع مشبح عليك اكيد سبحان الله اللي تولي محمد سنة كم انت مولود؟ ها؟ ها؟ الحين ناوي تكذب ما اقول يلا اول مشوار لنا الحين بنسير اللي في طرف سلفرج اللي في طرف سلفرج المقهى الصغيرونه هي سبيشالست كوفي أظني اسمها سبيشال كوفي ولا سبيشالست كوفي تتذكر ابراهيم شو اسمها؟ لا هي هاي نحن بنسيرها الحين بس عندنا هي حتى انا اللي في الطريق وين الباب هذا الطرفاني مال سلفريت تظهر من فوير بنسير بنمشي 5 دقائق 10 دقائق بنتقهوى بنسير بنمشي لين اخر الدنيا ما بخلي مكان ما بنسير له هو ها؟ لا لا بنتمشى شوي شوي وحدوه انتي انا باخر الدنيا عندهم الا جريمه طرف تصفر ها آه سياره 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 انت لما يدعمونا ولا ما تتبع خرب الله تهلون اقول لك هذه مشكله لندن يوم يجرب وقت طيارك وقت السفر وقت الرحيل وقت الرحيل تتوله على البلاد اللي بتشتل منها هي والله البلاد شوف شوف وين يعني هل تتوقع ان نحن نروم ننسى هالمناظر وهالسيرة وهالجية وهالعالم وهالناس مستحيل ذكرى هي والله ذكرى طيبة وجميلة وبالأخص مخوك يا أبو خليل الله العالم هي والله شيء جميل وفنان جلسنا المشي هاي طول عمري ما قل بس هذا لا والله أنا ما أنا يعيبني المواقف الجميل وتشوف العرب والعرب تشوفك بسيرة يعني عزل عمري أيلس أبويه آخر الدنيا لا والله أنا روحي عيبني بوي اللوادم إبراهيم فبتعن عليك السيرة واليي ها كله بتتذكره
بيازم بيازم من الذكريات لازم. هي والله غاوي السير إبراهيم والجي وغاوي الضحت ويا العرب وغاوي عدم التصنع وغاوي عدم التقليد وغاوي انك روحك تظهر في شخصيتك ما بكل دقيقة شخصية وكل دقيقة راي وتجمع زيد وعبيد وقولوا انت الزين وقولوا انت الفنان وقولوا انت نور البلاد وسفرها وقول عن ابوه انت ايش خليت حين حق الحكام وايش خليت حق الـ 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 العلماء وايش خليت حق الدكاترة البروفيسورية يوم انت حين سانن عادي وتبل وادم تمجدك التمجيد كلها. وين ساروا الناس؟ وين سارت علية القوم؟ وين ساروا اللي لهم فضل في الدين والثقافة والأصل والفصل والراهيب؟ لي بغيت تذكر سويور لو منكر. هو الوصف غيره ما بي بعد على أصورة. أنا عايبتني كلمة اليور والمنكر. والله مليون مرحبا مليون مرحبا أبو خليل. يا مرحبا يا مرحبا. ماشي الحين ماشي باجي طيارتنا ابويا ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين يوم لا شيء من رمسات بعد ويقولون ما لا يفعلون رب الله تنبطنك انا ابو الحمد لله انها طرطنقي وجمبازي ولوتي يقولون ما لا يفعلون. سمعت امس في الحديقه اللي في الحديقة هذا عند الكورنر اللي يقول يقولون ما لا يفعلون قرب الله هلا يقولون ما لا يفعلون قليتي من دنياك يا بطل إبراهيم. شو جنسيته هو كان هالريال؟ والله ما أدري يا أبو محمد ها. لكن يتكلم باللغة الفصحى هي والله ما أدري. بسم الله ويقولون ما لا يفعلون قرب الله تم بهينة قلت 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 ام قصره هاي ابصر المثال يا تربع لا بتقول انت منو ولا شيات ويا بتليفونك بتصور اول بعدين انت منو انا طارق الخالدي والله مرحبا بولد العم مليون مرحبا هلا شلونك لا خليت منك ولا منك وهذا كان ياسي خاطف يصور راح هذا تعرفه لا والله خلنا نبلغ عليه هي والله وهاي بعد انت بعد قدامي بني صغار عجوتك عجوتك روح نمون انت شخبارك. ها ابوي ها الله يسلمك وين انت ابوي ولد والله من ادريب وين وين من عنك من عنك ولا تاروت ولا رحيم لا من عنك ولا دارين شي بقعك الله يحفظك خلينا من ريحة الطيبين الله يطول عمرك وعمرك وعمرك اول بعد شو اسمك سلام زين من تردين البيت مثل من وين مركبت لنا التقويم وين ابو ظبي في انت ابو ظبي لهم وين ابو ظبي قولي حق ماما تغير لك اللون هذا تركب لك لون لايت الابيض شكل جميل وهنان والاظني هي معزره عليكم تبلون هي معزره لا حبيبتي ما بحلو كانك ماكل علوش وصابق ختمك يلا هاي خدش تعالي 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 شو اسمها ميرانة سلام عليك ايش حاج ميرانة هذا وهذا دقه الحين ها هي دقه بس دقه واحده دقه شاي. ايوه لا ما تصور احلى صور فيديو ها انا مو حي اصور فيديو لا ما صورت فيديو لا فيديو ايش تبغاني اسوي ايوه ابراهيم انت ايش تبغاني اسوي بقى لا خل انا خالدي خالدي انت ولد العم جيب جيب بقعك خلني جيب بقعك بقعك شيء ها بقعك انا من الشرقيه من الخبر والله والنعم مرحبا ولد العم شو اسمك الله يحفظك محمد الهريج والله ونحبه مرحبا حرك خالدي أنا ونعم إيه خالدي والله أعرف مجبور من اللي خالدي أيوة نحمل العمايلة أوه مثلكم العمايلة أقرب ناس لنا شفت يعلم ما تحزن لا هم أقرب ناس الله يحافظك يبارك فيك الله يسلمك فرصة سعيدة الله. نحن أسعد الله يسلمك شكرا لازم تقول أنت كم عمرك وفي أي صف شو يلا يا سأسجل عمرك ما عاد سلطان خلي أخبركم عنه أظن اسمه سبيشال كوفي سبيشال كوفي هو شو اسمه وركشوب وركشوب اسمه يا ربي ما يخص والله يا اسم وركشوب ما في حرف واحد من سبيشال كوفي ما في حرف يخصه في الثاني شو اسوي عاد نسيته على إبراهيم
هني هو دخل قبلي هني لسه اسولف يا جماعه خاري دخلت وياه هذا خلوا علي هذا خلوا علي هذا خلوا علي وهذا خلوا علي هذا قم 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 انت قم 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 وقف قم وقف اول بادي هل جاكيت الفنان وين جاي بنا طلبيه خاصه انت بكبر خاص يا الله يحفظك منو انت ابوي محمد برهان والله والنعم هالريال منو محمد الكابر وانت ابوي علي المقبالي هذا الرجال تعرفونه انت ليه يا صوركم معروف هذا طلب صنابه مساعه بصنابه المصنابه قال خالدي غار هيك هي نعم صدق شو تسوي حين انت صور ما ابغى البنك حد يروم عليك خلاص ربعي منو تعال تعال على فكره ابوي لحد منكم لا عزمتوني ولا جيات عزمت ابراهيم بس زين 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 توكلوا على الله الله يسر اموركم فيك محظوظ للمره الثالثه انا يا ابوك اللي يسعد حظي اللي جالس اللي غادي جالس بيننا فارق بين مزروعيين غادي موز بين ساجيتين وين ما مالت ارتوت على يساري مزروعي وعلى يميني مزروعي وكلهم تبارك ناصر مشوفك يا ابو محمد بوك انت شوفكم بركه روحكم يعني انتم لا خلينا منكم ريحه طيبين هذا انا اعشق ابوك بعد. ابوك اعشقه خدوم خادم العرب كلها الاول انا ذوب شرو الثلج في الكوب ليه من طرى لي سيد الاحباب إيه؟ هاي حقك هاي تو هاي لا اله الا الله ما فيك حيله وانت شوف انت هناك شفت هناك تصوير قول لي عاد مالك من ولد عم في ديرة تخلو من الأحشام لابد ما ينتابك الهم وتعيش في دنياك منظام يا أبو محمد قلنا تم يا صاحبي يا نسل الأكرام فزعتك تفرج هم وغم وتريح بال عاش بوهام لي خيم الديجور وظلم وامسك جميع الخلق نيام بات الحشا بهنار تلهم تدمع حشا لنقاف بس قام والعين تذرف دمعها دم والصدر مخطر قص الأنسام كني الغرير اللي تيتم محروم من لذات الأنعام إن كان به معروف تسلم أدرك غريق في بحر لطام لي صاحب والرب يعلم عشرة عمر ما هي بأيام في حبهم يا صاح مغرم عشرة شهور وخمسة أعوام وقصور حبه أصبحت رم وتحطمت آمال وأحلام وسقاني كاسات على القم قفة وقفة عني وشام وصغى لقول الواش وانصم مدام وصول الود مدام سلام صح 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 بدنك فلات وايت فلات وايت مع اكسترا شوت كم في سعره في لندن سعره في لندن 20 باوند لا 4 باوند وشيء يعني يقول 5 جنيه انت 5 جنيه هذا في بسعر الامارات يعني 21 درهم كم ياخذون تاكس هنا عندهم 20% 20% يعني يعني كم بيستفيدونهم بيستفيدون ما يقارب 16 درهم بيعونه 16 درهم مع التاكس 20 أو 22 درهم فلذلك نحن تلقط كيكين ما يسوى طعام تدرون كم سعره يظهر عدرا 35 و 40 درهم وكم يأخذون عليهم تاكس 2% 5% تكس بالإمارات 5% كم يحصل التاجر مقابل هالخدمات يحصل الدنيا والدين هني يقصبونهم تكس للكهرباء تكس للماء وتكس حق كل كبير وصغير عندهم البلدية تكس كل خدمات البريطانية حق المحلات عليهم تكس ويأخذون منهم هاي الحكي وبعدها الطلبات والأوردرات اللي العالم تستغلها وتستايلها من مأكولات بعدها أرخص عن أي بلاد خليجية تقريبا هي أرخص عن الإمارات وايد ما خصني بالخليج لكن أرخص عن الإمارات وايد وعيل يلطمون وراهم تاكسين هذا منه مفروض الأسعار عندنا بالأخص الكافيهات الشباب هاللي توهم فاتحين إلا ما أدري شو سبيشال وهذا مشال وهذا ما أدري شو يرخصون الأسعار حق الواد متيهم غادي محلاتهم خالية على عروشها فمن المفروض أن يعني يركزون العرب أو الجهة المسؤولة تركز على الأسعار يعني معقولة في كوفي بسيط ما يسوى هالكبير الكوفي 35 47 درهم عصير 70 درهم همبرجر 150 أنا أبوي نان هو بيطول العمر
بيطول عمر، في قطرة شفاء، في قطرة شفاء ما عليه، في أكسير الحياة بنقول ما عليه، ما كوفي قهوة مطحونة وريوها بقطرة ماء حطوها الكوب غروك إياها، قم أد 70 درهم. أنا أبو مال مولي أحمد هادف المنصوري، هذا مين؟ هذا بن قمات المنصوري. زين مبارك هذا، وهذا أحمد هادف المنصوري. أحمد شكرا، شحالك الله يحفظك، ما تزين للون بوكك ما شاء الله، جوتي جوتي روح أموال ولايتي ما شاء الله عليه الله يحفظه. أيوة الحين انتم عارسين؟ اي نعم عارسين ومحجوزين خلاص. فوق انا عندي قاوم، انا ادري ولا متروعين؟ انا هم متروعين ما ادري، احس انك متروع يا اخي احمد هادف. اي هركبوا مسوين عليك حضر محورين عليك الله ييسر الامور ان شاء الله. وياك الله الحمد لله ما ينال الغص نحن بعد. لا لا انت بعد شو عيالك طولك؟ لا اله الا الله بعدني. شوف ابراهيم بلاك ابوي قول اي جمله، اي جمله اي شيء قول دخيل شاركنا الحديث المفتوح مدمجين في الشعر وفي الهابيل. جزاك الله خير. ايوه عطوه شيء بسعد زين ولا غالي؟ يا ما لكن زين 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 اختيار موفق. ثانك يو. هاي بوابه سلفرج وهالجماعه خطفت عدالهم اتحراهم اتحراكم ابوي مريوغين من داخل. لا ترياكم اسلم عليك يا رجل خف علينا يا ربي مشربك. اقول لك ها النور ما يحتاج هو بنت اللي ما شاء الله عليكم. هذا منو الرجال ابوي؟ والله والنعم والنعم والله والنعم والنعم. زين هذا ما خبرتني هذا منو؟ هذا بعد احمد بن حميدان. وهذا سالم المنصور من هجميره. وهذا ابوي الريال ما يبغى نصوره صار منك. شرد 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 الله يحفظه. اسمك حصه؟ حصه كيف حالك؟ اقولي تشيز قولي تشيز. الله الحمد لله تحريت ضرس واحد طايح طلع باب طايح والله. حصلنا في اي صف؟ جريت وين؟ ما شاء الله عليك شاطره ولا؟ زين حبيبي ثانك يو. ها صدق وين هناك؟ اوف ما شاء الله اسمي الك... يا سلام يا سلام يا الكركمي الكركمي لعب لعايبه الله يحفظك. هذاك ما يبي يصور لي هناك؟ هذاك ما يبي يصور؟ ليش هاك ما يبي يصور؟ لا ما بصور. هذا ما يقول لك يتمنعنا وهن الراغبات ما باه دزوني عليه. هاي حركات حد من العرب هذا. ها ابراهيم؟ موعدنا الساعة 5:30 معزومين على قهوة. وين هناك ورا هرجز وقطعان هرجز. فالمشكلة الحين نحب نوصل من الصبح. يا غير نحن اللي يأخرنا شو؟ اللي يأخرنا هالتوجيفات. او زقر وسوالف وعندك وين وسام؟ اذا نركب تاكسي؟ لا 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 ماشي ماشي باجي. ها جريب الحين؟ والله جريب بعده بعيد والله. لا لا سلفرج هذو هرتز وينه؟ جريب هذو وينه ما اشوفه ما يبين. ها كيف تقول جريب؟ لا ما بجريب وايد يعني فرت حصى بس هي عيش. شو تنبينا لين شيرتن بارك تاور مرورا في هالطرق كلها وينه؟ والله ترى مخلاي ابراهيم الحين لو النفر الحين نفرين. منو هاي ابراهيم؟ منو هذا؟ محمد سعيد الشامسي. لا لا ما شيء بس منو ابراهيم؟ هذا محمد سعيد الشامسي عنده وياي كان في الدوام. زيغتهم دحينه؟ لا صدق والله على غفله. ها؟ على غفله رمستهم تي سبتي زاغ الرجال فقير. لنيته من ورا. والله
هذا اول انت بادي منو اول بادي شو انت شو اسمك فارس زين ايش تراني وانت انا عبد الله الخادم والله والنعم الله يحييك الله يحييك انزين زين بس فيديو حق الوالد بس يلا دارون فندق هالي نحن سارين ما ندل والله زين ما لا تقول اسمه بالغلط زين ما لا تجيب اسمه زين انت من وين انا من دبي هي ما زين الا جاكيتك يا ابو مصوبك ما مكسور امسك اي عليك تسلم من الغلايل ورخاص لا مو بوايد غالي زين سعر موافق وهار بيعك لي وياك شو اسمه يوسف الشامسي والله مرحبا مرحبا بيعقوب ايش حالك يوسف كيف انت يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وانت من ابوي راشد سويدي والله والنعم الله ينعم وسنيدي في اي صف انا متخرج قول والله والله ما يبين عليك هالكبير وقادي لازم صار وانت ما شاء الله ما شاء الله خلصتوا خدمه لو بعدكم براينا مرخوصين مرخوصين نصير عنكم شي تبون سلم على اربعكم كله نادره هي يا مرحبا يا القاضي هلا والله كيف الحال حي هالشوف حي هالقبله منور لنا ليت يابه 27 يوم يابك الله يطول عمرك عمرك اقول لك هاك الرجال منو لي ويا ابراهيم سعيد شو سعيد سعيد بن هضبان هي ما شاء الله من هالعين من هالعين نعم ما شاء الله ما شاء الله زين وانت ابوي من هالوين من هالبضبي ما العين بضبي الا واحد ابوي العين واحد اي على الله يحفظك لكن بالعاصمه طال عمرك هالعاصمه غير هذا الزين نعم. وين تعرفون هالشاب الفنان هذا؟ هذا الشاب والله في بينهم حوار حوار بيع ومشترى نعم هاي الحين جايين من دار ليندير مخصوص حق هالرجال يو يدورون سنابه وخذوه من روحه هذا الحين هذا الجماعه تعرفهم انت ابراهيم؟ اكيد اكيد اعرفهم والله اي نعم تعرف انت وياها؟ ابوي كان حب بلع هذا الخان مرتين تابع سنابك مليون ما في حيل ما عليك ابراهيم هالرجال اقصر واحد فيكم دار ورا ابراهيم الحمادي وانت؟ انا ابراهيم الحمادي وهذا هذا حميد بن جلو زين وهذا؟ عبد الله بن جلو وهذا؟ هذا ابراهيم توفيق والنعم والنعم فيكم بيتكم ابراهيم تراك نسيت تلبس الكاب ايش اسوي؟ قاوي قاوي الله يحتاج يلبس الكاب ما يحتاج الله يحفظك شكرا شكرا حبيبي الله يحفظك أقول لكم أنا قايل لكم وين بسير بسير معزوم على قهوة أنا وشقيقي إبراهيم بن توفي بسم الله إبراهيم مشيان البس الكاب زين أي وحين عدل معزومين معزومين على قهوة عند جماعة فندق هاري هاري صح؟ نعم زين معزومين أول بعد عند الرجال هذا يا مرحبا زين الله يرحمك زين أنت من وحينة؟ ميت بسلطان حسن والله والنعم والنعم حامل من هالرجال طيب من حامد من احمد الحامد والنعم والنعم هاي ابو الجماعه عازميني انا وشقيقي ابراهيم على قهوه جينا وتقهوينا عندهم وسولفنا ورمسنا في اللوبي هذا محمد في اللوبي في فوق اللوبي فوق اللوبي وسولفنا ورمسنا واحنا نتوكل على الله قصرنا دوب وياهم بس بس بغيت اخبركم وين كنا سير عاد الله يحفظكم وقفنا هالرجال هي انت منو انا ابوي ابو عشبه اسمك ابو عشبه نعم يا سلام اسم عشبه يا ابو روح اي سواله يسوى الدنيا كلها الله يحفظك الاسامي كلها طيبه لكن اسم عشبه روحه مميز احنا اليوم بيشبناك ومستانسين يعلك تسلم وهاي صدفه ايه والكل يتشرف يعلك تسلم اقول لي وياك هاي مو هكذا هذا ابوي اخواني كنا اصابير هاي اصابير اهل مثل اصابير ما شاء الله عليك يسلم عليك بعد ابو عسكور بجروب 49 كلهم يسلمون عليك شو اسمه؟ بجروب 49 يعني على اساس انه 999 لا 49 بعد اكيد شين عمي هلا بملا الله يحفظك
أنا آمر. آمر والله عيوني لك. إيه لك تسلم. الله يسلمك. شكرا عليا. عليك. ولا خلينا واجب. منك. واجب. يا اليار. يار عاد 30 سنة الحين يار قبل ما يطيح هو عاد الحين يران ويا أهله بالمضيق. جديد. إيه هذا جديد. الحين يران أبوه ويده. الله يحفظك. وافد خير وافد خير لا خليه. الله يحفظك. يلا انجوي انجوي. قال ترى مع السلامة. ان شاء الله يبلغ. ثانك يو ثانك يو راعي البطين. وانتم طيبين حبيبي. احنا الله يحفظكم في فندق اكري خط عليه خاري. شو اسمه جاسم؟ في فندق شو اسمه الفندق؟ لازم نسيت والله اسمه غرب الله تسمع هذا لو بي فندق لازم 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 برا الفندق مسمى لازم لازم برا فندق من اكبر واخير الفنادق في الدنيا العوده. الفندق هذا تبع الامارات يعني تبع العاصمه ما شاء الله. فندق ولايتي لا صار ولا استوى لا قبل ولا بعد ماخذ اجمل المواقع في الدنيا العوده. يا رب ما طاعوا يخلوني اصورها من العرب. تليفون عنك الحين انت شو اسمك اول بادي خليفه زين انا منو خالتي ايوه بالضبط صح حتغششك ولا روحك تعرف روح يا عم انزين انت يدك منو خميس بطير رميت والله والنعم اوكي بديتك ما زين لاشياكك يدك انيق لازم تبت غدي انيق في لندن نمشي ونسمع طرب صوت الإمارات الصوت الدافي الصوت الجميل أبو طناف على الله يحفظه تشكر يا أبو طناف على هالأداء المميز الأداء اللي ما شي شراته يا على الله يحفظه اللي طرش لي الفيديو هذا بث مباشر سيده من عند حمود بن براك يا على الله يحفظك يا حمود مشكور مشكور كفيت ووفيت يعني تسلم قايل له توقعت انه بيطرشني قايل له قبل كم من يوم تيمل الله الله فيه طرش لي شيء من حفله بطناف والحمد لله انه طرش تحرك بي انساني في نص هاك الضويل نساك الموت نساك الموت يا حمود تمشى ويا الشباب زين والشباب كلهم خطوته ما شاء الله سريعه 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 زين ابراهيم حيد على وراي الله العالم هو وين ارضى وين سماه ها والله ولد ابراهيم وينو اختفى ابوي ابراهيم قبع الانظار ما شاء الله عليهم هلا ور فل سبيد فل سبيد لياقه فل عندهم ابراهيم العالم الله وين ارضه وين سماه والله ولا صديت وراي ما يدرى به وين خلصت كيف حالك اول مره تظهر في شاشه موبايلي كل عام وانت بخير وانت بخير حبيبي الله يسلمك عديبك يا ابوك من العام ما تلاقيت وياك ها غرب الله الجديد وشفناك شفت قاعد ولين الحول ان شاء الله والله باليوم مرحبا بخلف الله يحفظك شوف ما شاء الله الجماعه ابو سبيد فل عندهم فل السبيد ركض انا ابو تفحيم عندهم قلت ما شاء الله لحد يتكود منهم يقولون عينه حارة حيدة نحن سايقين يا ابو كل على الكمبني 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 واحد ما شاء الله توربو 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 ابو فاطمة مرحبا بالقصيمي هلا بك هلا بك
هلا بن عمي، حالك الله يحفظك. الحمد لله. كيف انت؟ كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. اول سيلفي في السنه الجديده. لا ما شاء الله، الله يجعل الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. يا رجل والله مليون مرحبا. الله يحبك عفضل. ايش حالك؟ خير الله يعافيك. كيف انت؟ يوم شفناك انها نورت لنا. يعليك تسلم. الله يطول لك. يعني هالليتات كلهن ما سدد النور. يعني انا زاد نوري. انا اشهد خاصة بحكاية. يا ابوك انت زدت معالي. ها؟ الله معالي. الله يحفظك. خص الاحتفال ليله ابو محمد. شو الاحتفالات؟ الاحتفالات ابوي عنده هالاحتفالات. ولا انا ابوي ما ست. السلام عليكم. مرحبا. ليله الاحتفال يا ابو محمد شيء ثاني. اي نعم. وانا اشهد. عريولنا ساير جاي. وجود اروح احتفال عندنا. الاحتفال والله شوف. الليله ما حضرنا الاحتفال. وجود اروح عند الاحتفال. عماركم يا خليت. ما قصرت. يا رب تعال ياي انت. تعال وين ساير؟ ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم. الحين انت وين متجامعين؟ وين ظهرتوا كلكم ابوي؟ والله احنا ندور مكان يعني نبدا في سنتنا. بس يا حي السنه دام شفناك فيها. يا الله يحفظك يبارك فيك. والله مليون مرحبا. الله يحفظك.